السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة. في نقطة حابب أوضحها بتحصل كتير، وناس كتير بتتواصل معايا بقى عندهم النقطة دي، ألا وهي اللخبطة ما بين أنظمة الرجيم المختلفة. كل ما يدخل على الإنترنت يشوف نظام جديد، اسم جديد، نظام مش عارف إيه، الكيتو، نظام الحصص، نظام السعرات، نظام الهرمون الأبروتش، نظام أنظمة كتير جدا للدايت. ففي شخص بيبقى متلخبط جدا، بياخد قطعة من هنا وقطعة من هنا وقطعة من هنا ويحاول يطبق، يلاقي نفسه فشل فشل ذريع للغاية. النقطة دي حابب أوضحها يا جماعة، ما ينفعش تدخل كذا نظام للرجيم مع بعض وانت مش دكتور. الدكتور يقدر يمانيوبليت كويس، يقدر يلعب بالحاجات دي كويس، يقدر يديك خلاصة كويسة، لكن انت كشخص تتفرج على دكتور احمد البجوري عجبك حاجات بيقولها فتطبقها، وبعدين تتفرج على دكتور كريم علي مثلا حاجات عجبتك فتطبقها، وبعدين تتفرج على دكتورة نور هند حاجات عجبتك تطبقها، وهكذا وهكذا وهكذا. كل ما تطبق حاجة من حد بتتلخبط. يا اما تتابع حد على طول وتتابع نظريته وتتابع اسلوبه على طول احسن، يا اما تتواصل معاه وتشترك معاه وتبدأ معاه احسن، افضل من ان انت تاخد قطعة من كل حد. هتلاقي نفسك اتلخبط، هتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة خالص، وجسمك هيعند معاك وممكن يعمل لك حاجات غريبة ما انتش فاهمها. دي احد اسباب ثبات الوزن مع ناس كتير جدا. تقول لي انا جربت كل انواع الدايت وثابت ثبات رهيب، اقول له بتعمل ايه؟ يقول لي انا جربت كذا وكذا 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 وكذا، اطلع من ده اخش في ده، اطلع من ده اخش في ده، اطلع من ده اخش في ده، ولذلك ما بيحصلش اي نتيجة. تمام؟ كل دكتور بقى ليه اسلوب معين في انقاص الوزن مثلا او في التغذية. كل دكتور بيبقى ليه اسلوب معين في التغذية، وكل دكتور ممكن دكتور يدخل اتنين وتلاتة اسلوب في بعض زي كده. انا بدخل تلاتة ابروتشز مع بعض في الدايت بتاعي، سوبر هيلثي دايت. تمام؟ بس انا عارف انا بعمل ايه، شغلي، درست الفسيولوجي، درست البايوكيمستري، درست الاناتومي، درست الجسم كله، فاهم انا بعمل ايه. تمام؟ فما تبقاش انت شخص عادي وبتحاول تجرب كل حاجة مع بعض. دي الخلاصة.